السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الأول مدارس المدينة الأكاديمية، طيب الله أوقاتكم جميعا بكل خير. نبدأ اليوم بدرس جديد من دروس مادة لغتي بعنوان طعام ملوث. نقرأ النص. طعام ملوث. قال المعلم: هل تعلمون يا أبنائي أن زميلكم محمداً يرقد في المستشفى؟ فواز: لما هو في المستشفى؟ المعلم: لأنه أكل طعاماً ملوثاً اشتراه من أحد الباعة الجوالين فأصابه ألم في بطنه. صالح: ما رأيك يا أستاذ أن نعود محمداً ونطمئن على صحته؟ المعلم: أحسنت يا صالح، بارك الله فيك. المكون الثاني: أفهم النص وأستثمره. أجيب عن هذه الأسئلة: بما أخبر المعلم تلاميذه؟ أخبر المعلم تلاميذه بأن زميله محمدا يرقد في المستشفى. السؤال الثاني: مما كان يشكو محمد؟ كان يشكو محمد بألم في بطنه. السؤال الثالث: من أين اشترى محمد الطعام الملوث؟ اشتراه من أحد الباعة الجوالين. السؤال الخامس: من طلب زيارة محمد؟ الذي طلب زيارة محمد هو زميله صالح. السؤال الخامس: ما رأيك في شراء الطعام من الباعة الجوالين؟ سلوك خاطئ، لأن طعامهم طعام ملوث يتعرض للغبار والجراثيم. المكون الثاني: أفكر. طعام الباعة الجوالين ملوث دائما، لماذا؟ لأنه يتعرض للتلوث عن طريق الغبار والجراثيم، لأنه معرض للهواء والغبار والحشرات. المكون الثالث: أنمي لغتي، أصل كل كلمة بما يدل عليها. بائع الجوال، هذه صورة بائع الجوال. مستشفى، هذه هي المستشفى. نعود، معنى نعود معنى نزور مريضا. ملوث معناه متسخ، متسخ. المكون رقم 4: ألاحظ الصورة وأقرأ الكلمات. المستشفى أكل طعاما ملوثا اشتراه من أحد الباعة الجوالين. أكل طعاما ملوثا، هذه الكلمة تشتمل على التنوين بالفتح وتنوين بالفتح مرة ثانية، وقلنا أن التنوين بالفتح يحتاج إلى ألف بعد التنوين. المكون رقم 5: أقرأ العبارة الآتية ثم أرسمها بخط الجميل مبتدأ من السطر الأخير. العبارة: طعام الباعة الجوالين ملوث. نقرأ هذه الجملة أو العبارة ثم أرسمها بخط الجميل عدة مرات. إنجازاتي: أحلل الكلمتين الآتيتين إلى مقاطع وحروف ثم أكتبها. صالح: نضع المد مع الممدود في هذا المكان، مد مع ممدود صا، وفي هذا المكان حرف اللي، لأنه حرف متحرك وجاء بعده حرف متحرك مثله، ولم يأتي بعده مد ولا سكون. وحن حرف الحاء يوضع في هذا المكان. إذا هذه الكلمة تشتمل على 4 حروف وننطقها في ثلاثة أصوات: صا لي حن. ثم نجمع الكلمة مرة ثانية ونقول صالح يرقد. الكلمة هذه تشتمل على 4 حروف لكننا ننطقها في 3 أصوات: ير الساكن مع الحرف السابق له صوت واحد،
القوم حرف القاف يوضع في هذا المحل صوت وحده، وحرف الدال دو يوضع في هذا المحل، ثم نجمع المقاطع وندمجها وتصير كلمة واحدة يرقدوا. المكون رقم اثنين مفكروا. إذا قدم أحد لي مشروبا غازيا ماذا أقول له؟ إذا قدم لي أحد مشروب غازي ماذا أقول له؟ أقول له أنا لا أشرب المشروب الغازي لأنه غير صحي. أكتب الجملة الآتية مربوطة بالشكل إملاء منسوب. أنسخ هذه العبارة، عد في هذا المحل. أحسنت يا صالح. المكون رقم أربعة، ألاحظ الجملة الآتية ثم أكتبها في دفتر إملاء من معلمي. هذه الجملة، نريد أن نعود محمدا في المستشفى. مكون رقم خمسة، أكتب في دفتري ما يملى علي معلمي. الحرف الساكن وحرف المد يكون مقطعا مع ما يسبقهما. نقرأ الحرف الساكن مع الحرف المتحرك قبله، وننطق الحرف المد مع الحرف الممدود كما تعلمنا. أبنائي الطلاب الصف الأول مدارس المدينة الأكاديمية، أكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.